كميات كبيره ويشارجيو 1990 ل 1920 اسكو ال 100 فرنك تاع 90 زي ال 100 فرنك تاع 2020 ماهيش كيف كيف. ثاني حاجه الكونتيتي هنا المخير يدي فيه 2000 و2500 روا فوا بار سومان، يعني عنده نحسب لك 270 الف الفياجا. وكيفاش اليوم تجي تفرض علينا التسعير تاع 0.90 في الكيس الواحد؟ نظن مش من المعقول، نظن ظلم. حتى دينار واثنين بالنسبه للظروف اللي عايشين فيها، بالنسبه للضريبه اللي قاعده تزيد كل يوم، ضريبه مباشره وضريبه غير مباشره، وانت ادرى كخبير اقتصادي، نظن انك ظلمتنا في النقطه هذه بالذات. بالنسبه للكميه تاع لابودر تاع ولايه تبسه راهي تقدر ب 33 طن بارابور ولايات اخرى، مثلا ام البواقي فيها 6 لتري، اللتري الواحده راهم يمدوا لها القليله 50 طن، وعدد النسمه تاع ام البواقي وتاع تبسه راهي سي كيف كيف. احنا درك رانا ندعموا الولايه من ملبنا تاع قسنطينه نوميديا جيب لي، نروحوا لقسنطينه نجيبوا الحليب عندك 400 كيلومتر الي روتور، مصاريف المازوت الشاحنه الاخيره خلاص راهي تدي 250 دينار.